بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. لسه احنا في سنتر أبو الحمد موجودين. طبعا النهاردة بقى احنا في الأدوات المنزلية هنتفرج. القسم ده بتاع يعني كل الحاجات اللي هي تحف والحاجات اللي هي ديكورية. يعني تعالوا كده نشوف شوية حاجات جديدة وحلوة، ونشوف ان شاء الله اتمنها وكده. وفي حاجات منها نازل عليها خصم 10%، هنشوفها طبعا مع بعض بالتفصيل بكل حاجه. هنبتدي كده بالحاجات الحلوه دي. دي بقى دي مجات دي شوربه بنسلين. اه مجات شوربه بنسلين. تمام. في حاجات برده كده اطفال بيتفك كده زي المج الحراري. تمام. مجات اطفال بنسلين دي برده. ايوه. دي بكام مجات البورسلين دي؟ ب 110. بعد 110 ومعاها كمان اللي هو عليه يونيكورن ده ولا ايه؟ ده بالمعلقه بتاعته. المعلقه بتاعته ما تجيش اهو ب 110. تمام. دي برده مجات كده ب 100. دي جود نايت برده لو عايزه ده. بس ده تهيألي شوربه. ده شوربه. ده كمان شوربه في منه على روز اهو. تمام. في برده ده كده خل وزيت وملح حاجات يعني ديكور كده برضه استخدامه وديكور. يعني ده ديكور بيتحط فيه خل و خل وزيت وملح وبهارات. اي بهارات بقى انتوا عايزينها. هنا ملح اهو كده عشان الفتحات دي، صح؟ والزيت بقى والخل. والزيت والخل والفلفل. تمام. ده بكام ده؟ ده بيعمل 320 بعد الفصل. تمام. وعندنا كمان الصواني دي. الصواني دي بيتسال عليها كتير برضه، الخشب والازاز. طبعا الحاجات دي بتبقى حاجات بقى 410 برضه بعد الفصل. والازاز دي بتعمل 425 بعد الفصل. تمام. عندنا بقى شيالات بيتزا. دي شيالات بيتزا دي صيني ولا ايه؟ بورسلين. ده طقم على بعضه ولا لا بيبقى؟ لا، ده فرداني. كل الحاجه دي فرداني. فرداني يعني اللي ياخدها فرداني عادي. فرداني. ده مجد برضه ب 100 جنيه. تمام. وبتاعه البيتزا؟ وبتاعه البيتزا بتعمل 145. في منها مدور وفي منها ده. في منها الوان برضه ثانيه. تمام. عندنا ايه كمان بقى هنا؟ اطقم الشاي دي برضه عليها خصومات جميله. دي بقى اللي عليها الخصومات. دي عليها الخصومات اللي هو تمام اللي ده هو ده بيعمل 650 بعد الفصل. بعد الفصل الاسود والابيض. هو براد واربع مقاط. الاربعه والصينيه الخشب. والصينيه الخشب اهي شايفينها. تمام. وفي حاجه كده برده ب 750 بعد الفصل، دي الصينيه بورسلين برده. زيهم. والمج اهو. المج ده برده صيني بس حاجه كويسه يعني، بورسلين صيني. تمام. وفي برده دوت. بصوا بقى ده الوان حلوه قوي. ده 525. ده ب 500. وادي البراد بتاعه اهو. يعني القسم ده كله عليه خصم 10% اللي هو الحاجات البورسلين دي كلها. تمام. عندنا في برضه الشيف ده برضه الديكور ده. ده جديد برضه على التوزين. شكل فيل. بيعمل 95 جنيه. تمام. سعره كويس قوي. طبعا بالحاجات اللي فيه. بالحاجات اللي فيه. تمام. عايزين بقى نشوف الحاجات اللي فوق دي كمان. دي شمعدانات. دي شمعدانات تقومة ثلاثة مع بعض. عندك اشكال كتير برضه. الحاجات دي بتتحط على البوفيه، بتتحط على البار. اللي هو بقى ده بكام؟ ترابيسس ده بيعمل 465. تمام. وده والاسود ده 540. وفي اللي هو الكريستال ده برضه كويس جدا بيعمل 430. برضه شمعدانات. بص يا جماعه اشكال الشمعدانات اللي هنا عامله ازاي. وزي ما قلنا في عرض مقدم من سنتر اولاد ابو الحمد ان شوال العروسه كامل، سواء مفروشات او ادوات منزليه، بس يكون كامل الشحن عليهم مجانا لاي مكان في مصر. مواعيد العمل من الساعه 12 ظهرا للساعه 10 ليلا يعني بالليل. وطبعا كل ايام الاسبوع شغالين. تمام. ايوه. اتفضل بقى. في ايه تاني؟ وفي كمان شمعدان اهو على شكل شمعدانات برضه. ده 250. ده ب 250. الثلاثه دول. الثلاثه. بصوا يا جماعه دول برضو اشكال تانيه. 230 برضه الحاجات الصغيره شويه. الاقصر دي. وفي حاجه كده برضه تلات مقاسات برضه كده ب 215. دول تلات مقاسات. بص شكلهم عامل ازاي؟ اللي هنا ده. تمام. وفي كمان هنا. في ده برضه ب 215. ايوه. في بقى الحاجات دي فرداني يا جماعه. دي مثلا كده. دي شمعدان برضه. شمعدان برضه بس فرداني. دي لوحديها ب 350. تمام. بصوا شكلها. وفي برضه حاجه كده ب 280. تمام. في برضه حاجه كده ب 350. ايوه. 345 برضه حاجه كده. في ده برضه ب 285. 285. على مهلك. ليه؟ 285. تمام. دي كلها حاجات ديكوريه زي ما شفنا. بصوا حاجات اشكال حلوه قوي بصراحه. حاجات اخر جمال. تعالوا بقى نشوف الفازات اللي فوق. هي الفازات دي ايه؟ ازاز؟ الفازات دي ازاز بس متلون يعني. متلون. بيعمل 25. الفازات دي كلها ب 25. اي فازه من دي ب 25؟ ان شاء الله. طب وبالنسبه للفازات اللي عليها رسومات دي؟ ب 45. ب 45. تمام. وفي طقم برده كده ب 3.
في بقى فازات تانية تلاتة لو عايزة تجيبي الطقمين. طقم تلاتة مع بعض بيعمل 95 جنيه. تمام. الالوان كلها هي بتاعتك؟ الالوان موجود كله. وحتى الالوان دي كمان برضو 95 تلاتة؟ تلاتة كله ده التلاتة. تمام تمام الله ينور. تعالوا بقى دلوقتي نشوف كمان من الحاجات الحلوة اللي بتبقى حلوة بصراحة ومبهجة كده للعروسة، اللي هي الشيلات. الشيلات دي بقى نوعها ايه بقى؟ الشيلات في بورسلين وفي صيني. دي بورسلين؟ دي بورسلين. دي ب 325. 325 في حاجه كده ب 250. كل الشاله اللي بنصورها دي في منها اشكال ثانيه والوان ثانيه. تمام. في دي برضه. دي على شكل سمكه؟ لا دي على شكل طبق كده فلامينجو. رسمه الفلامينجو. لا الشكل نفسه الستايل بتاعها خليها على شكل سمكه بس هي جوه فلامينجو. تمام. وعندنا دي كمان الفلامينجو ده بكام بقى؟ ب 285. 285. وفي دي برضه اللي هي السيمون دي ب 195. دي اقل يعني، في حاجات اقل. في حاجات اقل. والسيمون دي في منها الوان؟ في منها الوان ان شاء الله. تمام. دي برضه ب 325. تمام. وفي دي ب 285 رسمه فراشه كده. وعليها فلامينجو برضه. بصوا دي 325. تمام. ودي ال 250 زي الاولانيه. ايوه ودي نفسها. دي بس دي دورين بس. لا ثلاثة برضه. ثلاثة. ايوه في دي برضه دورين ب 220. ايوه دي بورسلين برضه ودي بورسلين. دي بتعمل 195. 195 تمام. في بقى الاطباق اللي تحت دي اطباق هندي اللي بتحط في النيش او على البوفيه. دي اطباق هندي. وممكن يتحط فيها فاكهه او حاجه. طبعا استخدام. دي برضه نازل من ضمن الحاجات اللي نازل عليها العرض ولا لا؟ لا دي معلش. طب انا عايزه بقى اعرف دي، لان ده من يعني من ساعه ما شفتها عايزه اسال عليها. دي ايه؟ دي تسالي وعلبه مناديل. يعني الاثنين في بعض. بصوا يا جماعه دي عباره بتحطيها بقى على الترابيزه، تحطي فيها تسالي في الفتحات بتاعتها دي، وفي النص اهي علبه مناديل. دي خشب. دي خشب. بكام دي؟ دي بتعمل 145. 145. في من الوان ثانيه ولا؟ منها الوان ثانيه. طبعا اللون بيختلف عن لون الحته دي. الخشب بيختلف. تمام الله ينور. عندنا برضو بقيه الفازات يا جماعه لو عايزه فازات بشكل تاني، عندنا الشكل ده فازات مودرن. دي اي فازه ب 49 جنيه. اي فازه ب 49 جنيه. تمام. وعندنا بقى الشمعدانات بقى كبيره بقى. دي بس دي كبيره. في ده بيعمل دي بكام؟ 645 اللي هو في طقم الثلاثه. الثلاثه دول 645. 645. والثلاثه دول ده ب 580. ب 580. والحاجات الحلوه اللي ورا الشمعدانات شكلها حلو. دي شمعدانات برضو. جميل. اتنين ماسكين في بعض كده. شكل تاني. شكل تاني. ده ب 360 في منه السيلفر والذهبي. تمام الله ينور. عندنا برضو فوق علمنا بس حط الحاجه. عندنا فوق بقى حاجات ستايلات تانية مختلفة، يعني حاجة كده جديدة. دي بقى عبارة عن ورد. ورد حمام ومطبخ مثلا. بكام بقى دي؟ دي ب 60. دي ب 60. 60. تمام اهي مختلفة الأشكال بصراحة. في أشكال تانية فوق. في شكل تاني أهو على شكل بوكس كده. بكام بقى دي؟ دي ب 80. دي ب 80. وفي برضه السبت ده. اللي هي السبت. بتعمل 85. 85 تمام. اهي يا جماعة جبت لكم معظم الحاجات، تعالوا بقى نتفرجوا على الحاجات التانية. طيب مش هسيب لكم حاجة. عندنا برضو الفازات دي برضو حاجات بتبقى محطوطه في الديكوريشن وكده. الثلاثات بقى دول بكام؟ الثلاثه دول بيعملوا 120. 120 ثلاثه دول. واللي فوق بقى دول ده ورق شجر بيعمل 129. يعني دي باللي فيها دي وفيها ايه شمعات. ودي نفس الحاجه دي بس دي فيها ده شمع برضو كهرباء، يعني ممكن كل ما يخلص اغيره الحجاره. ودي بكام بقى دي؟ دي ب 129 برضو. دي 129 دي 129. 129. بصوا الوانها عامله ازاي. تمام. وفروع الشجر بقى دي. فروع الشجر دي المونيا زي الطبق الهندي اللي شفناه في الاول. تمام. بكام؟ ده مثلا ب 285. على حسب بقى كل واحده. على حسب. بصوا يا جماعه برده في طقمه فازات تاني وحاجات. ده طقم اللي هو الفازه الصغيره، الفازه الكبيره والطبق. الطبق. ده بيعمل 270. اي واحد فيهم نفس القصه؟ لا في ده برده ب 150. 150 سعره حلو. وفي ده ب 295. تمام. وفي عندنا برده بصوا الالوانات التانيه دي. دي فازات برضه ب 110. الثلاثة اتنين صغيرين واحدة طويلة ب 210. ب 110. ب 110 يا جماعة. بصوا الفازات دي عرضها 110 بس. تعالوا بقى نشوف ايه الاختراع ده بقى ان شاء الله. ده اللي هو المج والبراد بتاع العريس والعريسة. المج والبراد. طب وده يصبوه فيه ازاي؟ استخدام بصي هو فاتحين له فتحة. ده المج ده بيتشال اهو. تمام. والبراد مقفول على فكرة. يعني. ويتحط فيه شاي عادي؟ ويتحط فيه شاي. يشيل الكوبايتين دول. عشان يبقوا يعني ايه مع بعض يعني؟ تعريس وعروسة ممكن برضه يشغلوه ديكور. ايوه بكام بقى ده؟ ده بيعمل 320 بعد الفصل. 320 يا جماعة ايه الحاجات دي؟ على فكرة الألوان دي في منه ألوان، اللي هو الشكل ده في منه ألوان، وده في منه ألوان برضه. وده كمان؟ في ده برضه الطبق بتاع القلب.
ب320 برضه بعد الخصم. تمام. عندنا برضه في حاجات تانية فوق. طعم تفاحه ده 3 مرات. ايه التفاحه بقى بكام؟ طعم تفاحه ب110. 110. تمام. ب110. وفي الثلاثة البيض دول، ثلاث فازات بيض برضه ب155. اه تمام. وفي طعم الاطفال ده بيبقى طبق جاتو والمعلقه. بصوا يا جماعه، طبق الاطفال ده بوكسولين على فكره، كله على شكل قطه، والمج والطبق ده بكام بقى؟ ده 315. تمام. بصوا في شكل تاني منه اهو على شكل دبدوب ب 315. وطبعا كل انواع الشموع موجوده، وموجوده كمان الشمعدانات، يعني الشمعدان ده ب 95 مثلا اللي هو على شكل نجمه ده، والصغنون ده ب 45. عندنا برضو في حاجات تانية اللي هي المرايات بقى بتاعت العروسة والحاجات دي. المرايات بقى دي ايه؟ المرايات دي بصي بتشتغل باليو اس بي على اللابتوب وعلى جهاز الكمبيوتر، تشتغل تنور صورة من جوه، وممكن تحط صورة تبعكم يعني صورة شخصية جوه والله، وتظهر وتنوره من هنا، تحط لها حجارة من هنا او تشغل تنور، او باليو اس بي تنور معاكوا صورة. بكام بقى؟ دي بتعمل 140. 140 واحدة فيهم؟ اي واحدة في دول. تمام. ودي المراية العادية ب 70 جنيه. يبقى المراية اليو اس بي بكام؟ 140. والعادية ب 70. ب 70. عندنا برضو الأشكال دي اللي هي الحاجات التحف دي، أطباق فاكهة وبونبونيرة وفازة. تمام. عندنا برضو عايزة أقول لكم المكان، بسم الله ما شاء الله، كل التحف اللي تتخيليها، وكريستال كمان. ده كريستال ولا إزاز؟ لا، في حاجات كريستال وفي حاجات إزاز. أهو بصوا يا جماعة، كريستالات، وفي اللي هي أطقم اللي بيبقى باسكت الباسكت المناديل ده، والمناديل معاه أهو. ده بكام مثلا؟ عندنا أشكال كتير، عندنا حاجات أحسن من كده برضو كمان. وفي علبة المناديل، بصوا بقى الستايلات بتاعتها دي، برضو حاجات مختلفة شوية. المناديل برضو زي ما دي مغناطيس. دي مغناطيس. تمام. وفي كمان الطعم خشاف ده RCR ايطالي. RCR. ده بكام؟ بيعمل 670. 670. بصوا في بقى حاجات تانية بقى كتير خالص، اطباق فاكهة على مختلف اشكالها، وشمعدانات تاني، وفي كمان اباجورات كلها باسعار بصراحة تحفة. امال ده ايه بقى ده؟ عايز عندنا بقى في حاجه انا عايز اعرفها هي ايه. ده ايه ده؟ طبق تسالي بورسلين. بصوا يا جماعه، طبق التسالي البورسلين ده ولا الوانه كتير. الوانه حلوه جدا. بصوا، اتنين صغيرين واتنين طوال، واتنين صغيرين، دي اربعه صغيرين. بكام بقى ده؟ ده بيعمل 320. ده 320 حاجه. وبقى ده كمان، انتوا عندكم اختراعات حلوه بصراحه. ايه ده بقى؟ ده مج شخصي. ده طبق الجاتو والمعلقه والمج. تمام. زي الفل زي الفل. ده ب 199، عندنا منه اشكال كتير برضه. طيب، امال اللي ده بقى عباره عن ده؟ طبق تسالي برضه. برضه بص يا جماعه، قطعتين كده بورسلين. برضه شكل شيك قوي قوي. ده بكام ده؟ 315. 315 نفسه ده؟ دول زيه برضه. دول البيت ده زي بتاع دي. ايه دي بقى؟ دي زي الساعه الرمليه كده. الساعه الرمليه. تمام. بتفضل كده تنقط كده لحد ما دول ينزلوا تحت. عندنا برضو الحصانة دي، ودي بتاعت البيبي. دي لا، دي مج برضو. مج بس شكله حلو كده. بصوا، بالطبق بتاعه بتحط فيه جاتو برضو. جاتو. وعندنا دي طبق تسالي اكريليك. دي اكريليك وده بورسلين. دي الغطاء اكريليك وهو بورسلين. ممكن برضو تستخدمي دي غطاء يعني جاتو، تورته وحاجات من دي، تورته وجاتوهات وكده عشان ما تعملش. دي بكام بقى دي؟ دي بتعمل 340. 340. بص يا جماعه، ولسه في فازات فوق تانية كمان. الفازات ده برضه 3 مع بعض بيعمل 129. 129. وعندنا اي واحد فيهم. اي واحد فيهم. بصوا، في بقى حاجات سيلفر كده. امال السيلفر دي بكام؟ مناديل والباسكت بيعمل 299. 299. عندنا منه اشكال برضه. تمام. كده احنا عملنا جوله سريعه. تمام. بصوا بقى، حاجات اللي هي الساعه الرمليه والحاجات اللي هي بتتحط دي كتير قوي منها. بصوا حاجه زي كده، منها اشكال كتير. وبصوا دي اللي بتنزل حاجات كده من هنا، وفي دي، بصوا دي منها كذا شكل. كل دي حاجات ديكوريه. وده بقى برواز اللي جوه على شكل التفاحه ده اطفال. برواز اطفال، ممكن تحط صورتين اطفال هنا مثلا، وصوره الاب والام مثلا. دي بكام بقى البرواز؟ دي بتعمل 90 ان شاء الله. الله، بصوا الشجره دي يا جماعه برده حلوه قوي. دي برده شجره، دي اخر قطعه على فكره. اخر قطعه. دي بتعمل صوت. بصوا، بتمرجحوا كمان. هاتوا بقى منها بقى عشان الناس اكيد هتحبها. بكام بقى دي؟ دي بتعمل 110. 110. بصوا، وبقيت بقى الشمعدانات كلها. الشمعدانات كريستال برضه، اللي عايز اتنين شبه بعض عشان مطلوب. موجود بقى. موجود كل حاجه موجوده يا جماعه. تمام. والساعات الرمليه اهي تاني. ولو بتحبي بقى التاريخ الفرعوني، عندنا بقى طفاية. الفراعنه. تمام. عندنا بقى الفرعون اهو. طفايه دي على فكره. بصوا دي طفايه. طفايه فرعون. وفي طفايه تانية اهو، فرعون برضه. فرعون طفايات بس. دي ب 22. وبصوا برضو، دي ده طبق فاكهه، ده طبق ديكور. ديكور.
بص يا جماعه، يعني بصراحه والله المكان تحفه بجد. ودي بقى اخر حاجه عايز اشوفها، دي ايه؟ دي يعني ديكور كده مثلا، ممكن ملحات يعني، بس ديكور ديكور عشان ما تستخدمش كتير. تمام، احنا عملنا جوله سريعه كده في اللي هو قسم الديكورات والحاجات دي. اتمنى يا رب الجوله تكون عجبتكم، ولسه استنوا بقى الجوله تاني، لسه في حاجات تانية. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.